اتوقع جالي من هذول صح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربه لعبه فورجر. بس قبل لا نبدا يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك، اهم من اللايك، وخلونا نبدا. اللعبه هذه اخذ تقييم مره عالي على ستيم، وقلت فايز ليش ما تجربها، نزلها بالقناه نشوف في التقييم. اوكي بدينا. اوبن ذا مينيو، انا العب على كنترول ار بي. اوكي هنا فرنتشر، اوكي او فرنس ما تعرف تقرا. يحتاج ستون 10. طيب لعبه زي ما تشوف اشكاله مره كيوت. لا شوف شلون ينط. اوكي طيب شلون نجمع؟ اوكي اضغط بي. اوكي حلو كسر. كان لحظه كم يبي ستون؟ 10 اتوقع صح. خلنا نجمع ستون كل موجود. هذا وشو؟ وشو هذا؟ ليش ما يطلع؟ وشو المعدن هذا؟ ايرون. اوكي حديد. اوكي وهذا هذا ستون ايرون. اوكي يعني فوق ايرون بعد. اوكي اللعبة زي ما تشوفون بجزيرة صغيرة، وتحاول تكبر جزيرتك وتبني زي كذا. مرة اللعبة كيوت. اتوقع المفروض تصلح على الجوال، مدري ليش ما نزلوها على الجوال، ولا تصلح على الجوال، تصلح على نينتندو سويتش، ما تصلح على الحاسب، بس بتكون افضل لو هي على الجوال اتوقع. من اشكالها مناسب للعب. اوه في شيء انا كسره. يمدينا كس. اوكي نجمع خشب. طيب الحين كم معناه يمدينا؟ اوكي معنا 17 يمدينا نسوي. اوف اوكي. ما ادري يمدينا فره اغير اتجاه شيء. لا حطين. اوكي طيب هذا وشو؟ فورج. اوكي يحتاج ايرون 4 و طابوق. طيب شلون اجيب الايرون؟ هذا الايرون بس هو يبي الايرون الخام، يعني مو الخام، ايش كان اسمه؟ صفائح الاري الايرون اتوقع صفائح يبي. اوكي خلينا نجمع. فايز سهل انت سويت هذا وشو؟ صح يعني نجي هنا نضبط بي. اي هذه ايرون نيجت. اوكي نبي شلون نسوي هنا؟ يحتاج كول. كول شلون نجيبه؟ نسوي نصهر الخشب يعطينا كول. اوكي منطقي. طيب سوي كول واحد على ما بالي اجمع خشب. خلينا نجمع الخشب الكل اللي هنا. يا اخي بطيء ضرب التجميع. اوكي سوى كول وحده. اوكي ان شاء الله ما يختفي من الماب. لحظه طيب كسرت وجهكم. شو هذي؟ كلت ما ادري ايش اكل اتوقع صح؟ يب على طاري الاكل يحتاج ياكل الرجال. شلون تاكل؟ كذا اوكي. طيب هذا يوكل صح؟ المفروض يوكل. في شيء ثاني يوكل؟ ما معنى شيء يوكل. طيب نجي هنا ونسوي هذا. طيب ما سوينا هذول. اصبر اصبر خلنا نجمع. اصبر هذا برضو اكل. هذا وشو؟ مو طالع. ليش ما يطلعوا لي اسمه؟ لازم اكسر بعدين يطلع اسمه. اوكي اوكي افهم طريقتكم يا اللعبه. كول. اوكي هذا فحم، اختفى الفحم اللي هنا. اوكي هذا في فحم بعد هنا، خلنا نجمع. يعني الفحم يجي عن طريقتين، يا الخشب يا اوكي نجمعه. في شيء هنا، في شيء ورا الشجره، في شيء وراها صح؟ بسم الله. اوكي صار ليفل 2. اوكي خلينا نجي هنا ونسوي حديد. كان يحتاج كم؟ والله ما ادري فايز انت تقلش بس تنسى. نجي هنا يحتاج 4 حديد و4 بولك. بولك يا صديق. نجي هنا نسوي 4 حديد. هذا 4. ما يمدينا نسويهن مع بعض. اوكي جلل. اللعبة اللي عارف ان فيها وحوش. اوكي وانا ما معي سلاح، وهذا شيء مو كويس. طيب اجمع على كل هذا نستفيد منه. اوكي في شيء هنا اصفر. جولد. اوكي اوكي بياكل الاخ اكل. اكل اكل اكل
تاكل لين تشبع. خلاص كذا كافي كافي. مفيش سكيلز. اوكي في مهارات عندي. اوكي ايش السالفة؟ زراعة، سحر، مدري شلون، يعني زي التجارة، الموارد. اوكي كويس 40. اوكي خلنا نسوي هذه. ابدا فيهم بالترتيب. اوكي كذا لحظة فتح فيها اشياء ثانية. اوكي ما معي سكيل. يعني هذه فتحناها يطلع لنا الاشياء الثانية. اوكي طيب شلون ارجع؟ اوكي كذا بسم الله الرحمن الرحيم. قرعني هذول. اوكي سوينا الحديد، نحتاج نسوي البلوك 4 2 3. ناقصني كول. اوكي ما في كول هنا. يمديني اسوي كول بالخشب صح؟ سو 4 يلا خلنا نجمع. ما ادري شلون في طريقه تشري يعني الجزر الثانيه، بس ما ادري شلون، راح نتعلمها ان شاء الله مع بعض. ولا اذكر في طريقه. خلاص خلنا نسوي 4. خلي اسوي 4. اوكي وضع تمام، جمع الخشب كل شيء تمام. الحين الفراشه هذه وش وضعها؟ ما في ساعه، شلون ادري ان باقي شوي عن الصبح وكذا؟ ما في ساعه فايز، ما في ساعه، هذه اللعبه فيها ساعات. اوكي طيب انتبه، انا خايف ان يجون وحوش. لحظه يمديني اطيح؟ اوكي حلو ما يمديني اطيح، قلت يمكن يطيح، يمديني يطيح بالماء وبترش. جمع هذول، ما ادري ليش بس جمع. اوكي في كول هنا او فحم، حلو جمع جمع وضعت. طيب الحين نجي هنا، وش كان يبون نسوي؟ هذه خلنا نحط بجنب خوياته صح، حطها هنا. هذا وشو؟ اوكي حقت خياطه صح. كذا نشري باي. اوكي هذه بكم؟ 30 50. اوف مرة غالية هذه بـ80، يعني نشري من 30. اوكي اوكي فيها قوس قزح. طيب هذا وش يسوي؟ خلنا نشوف يسوي كوين او كوين او مفتي فلوس باختصار. مفتاح هذا ما ادري. ابي هذا، هذا يعطيك شو اسمه البيكاكس الاعلى. اوكي هذا ما ادري ايش. طيب شو نحتاج؟ نحتاج حديد وجلي. جلي من وين اجيب الجلي؟ الجلي من وين نجيب الجلي؟ يا اخي يقهر العالم يرسبن بسرعه الاشجار هذه. فايز هذه اللعبه اللي يخلونك ترسبن كل شيء بسرعه. اوكي رسب الحديد فوق هنا اشوفه صح، حديد اتوقع الازرق حديد اذا ماني غلطان. الازرق حديد، الازرق حديد صح. يب والله اني خفت جزء من الثانية، قلت فايز خطا عليك مو حديد. هذا في شيء ازرق هنا يتحرك، هذا وش قصتك؟ اوكي هذه خلاص شبعت. هذا وشو؟ ما ادري والله شو هذا. حديد وهذا جولد. يب الاصفر، الاصفر جولد، والحديد والاسود فحم. اوكي تعلمنا، نتعلم اللعبه. طيب بس كذا الجزيره هذه وش فايدتها؟ اوكي لا لا في شيء هنا. احلى شيء ما يمدي يطيح ولا يمديني بس اموت، التحكم مره سريع باللعبه. اوكي جمع هذا ممتاز، جمع جولد، جمع الكول والفحم. هذا وش؟ ما ادري ايش فايدته، قاعد اذبحهم ما ادري ايش فايدته. اوكي اتوقع ما ادري ايش الفايده. الذهب نسوي فيه فلوس صح؟ قبل شوي كتبوا فلوس، نروح نشوف. ما كتبوا يعني هنا طالع فيه فلوس هنا. يب بس يحتاج نصهر الذهب. اوكي يعني نجي هنا ونصهر الذهب. كل اللي معنا كم؟ 6 لا خل 5.
اوكي خلنا نجمع. اوكي في سلايم هنا صح؟ الشكل شكل سلايم زي حقات. اوكي لف لي خوف. اوكي زي اوكي هذا ناوي يهجم، ما معي سلاح، زي ستاردو فالي سلايم زي كذا اشكاله، بس هذا سلايم احاول. شوف عينه واحده تحت واحده فوق. يمديني؟ ما يمدي اتوقع، ما يمديني اذبح، ما معي سلاح، شلون اسوي سلاح؟ اوكي راح اجيب العيد، كسر كسر هذا، اتوقع بيضربني لان مستحيل يصير فيه سلايم. خلنا نجمع اكل سلايم. ما يمديني اضربه، ليش ما يمدي؟ طيب نجي هنا نسوي 5 ذهب يلا، او 5 فلوس. في شيء نسويه، هذه يحتاج ليبر. اوكي وشو يعني؟ قطن صح؟ اتوقع قطن. وسوي هذول 4 حديد. يخرب بيتك، اذلف عني اذلف. اوكي في ثاني، خلنا نجمع الحديد. انحش انحش، اهرب اهرب. اكل اكل، جمع جمع. اكيد في سلاح، اكيد في سلاح باللعبه، بس شلون طلع سلاح؟ يمديك تكسر. حلو حلو، توقعت انه ما يمدي. احنا عندنا نقص بالحجر، جمع حجر لان فيه نقص. اوه هذه اللي اوكي يب، هذه اللي تسوي. يخرب بيتك اذهب عني وراك. اوكي اخذنا فلوس، صار معنا 50. يمديني اجي هنا؟ لا هي كانت هنا صح. الله فايز. اوكي كذا تحكم. اوه عندنا سكيل تحكم شوي، يبين يتعود عليه. اول اشياء مو التحكم. طيب وش نسوي؟ هذا شو تسوي؟ اوكي مدري. ببدا فيهم كذا، ببدا هذا وبعدين اللي تحت او كذا، وبعدين الماجيك يلا، وبعدين يسار، بعدين فوق زي كذا، وبعدين هذا، وبعدين هذا. المشكلة نفتح لنا اشياء ثانية. المهم علينا، اذا في اشياء مهمة اكتبوها لي، قول فايز في هذا شيء مهم، انت خطا عليك علموني. طيب ايرون وجلي، اتوقع جلي من هذول صح؟ والله يمديني اذبحه، والله يمديني اذبحه، قلت ما يمديني بس. اوكي اوكي بيموت صح؟ اوكي يعني ما يحتاج سلاح. اوكي 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 فايز مرة انت نوب باللعبة. سو لا كان يبي حديد صح؟ يب يعني تعال 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 تعال، خلاص خلاص عرفت لكم، خلاص اوكي 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 عرفنا لكم. لا هذه اوكي، هذه نبيها، هذه مهمة. يلا جيب ستون على الدرب. ايش لا كم معنا فلوس؟ تحت فلوس انا 50، يمديني اشتري ارض ثانية صح؟ خلنا ناخذ اكل. اوكي طيب بنشوف يمديني اسوي هذه. ناقصني اوف والله جد 7 حديد. يمديك تسوي حديد؟ ما يمدي. نبي حديد، ما في حديد؟ الا في حديد هنا. اوكي جمع الحديد اللي هنا. حلو في شيء هنا، يا حديد يا ستون يا جولد ستون. جمع الاكل انه بدا يجوع يجوع. عنده شفايته هذول بعد ما يدير ما يعطون. اوكي حديد حلو. الفراش هذه مدينة نذبحها؟ لا الفراشه. اوكي كسر هذه. حلو الوضع تمام. والله اللعبه بصراحه بطالة. اوكي اذبح الجوع. اوكي حلو جاتنا برتقالة كلها. الوضع تمام. طيب اذا خلص الاكل وش اسوي؟ وش هذا اللي على الارض؟ في شيء على الارض هنا. تقول في خط على الارض. اوكي في كور او فحم، نجمع الفحم اللي هنا وبعدين اروح اصهر الحديد. الوضع تمام. اللعبة بصراحة مرة حلوة عجبتني، احسها ادمان. نبي حديد
سوي الحديد كله. اوكي في شيء او في ذهب جمع. حلو مره اللعبه بعد روقه تعجبني الالعاب اللي كذا تحس ولد تستانس وانت تلعب. اوكي مدينا الحين نسوي باقي لنا 4 والله مطولين. ناقص الفحم سو كله فحم يلا كل الشيء اللي عندي سو كله فحم يلا لان الاشجار مره كثير يمدين نجمع بس الفحم مو كثير عشان كذا. اوكي اوكي في شيء ضربني خرب فيته ما شفته. اوكي طيب يا شباب بنوقف الحلقه هنا. اذا عجبتكم تبون نكمل انا ان شاء الله بكملها الحلقه او اللعبه بكملها بس اذا تبون اكملها معكم اكتبوا لي تحت واذا تبوني العبها لحالي لا تكتبوا لي تحت اكتب فايز لا اغير اللعبه. وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.